السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكل واحد وواحده راهي تشوف فيا، نقول لهم نورتوا قناتي ومطبخي مطبخ إلينا كوزين. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم كرامبل بالتفاح. الكرامبل يحضروه الانجليزيين، لي زونغلي معروفين بزاف بيه. بقاو معايا لاخر تاع الفيديو. بون هنايا عندنا 3 حبات تاع تفاح، نحتاجو 3 اكياس تاع لافاني مع 10 باك تاع قارص. هنايا نحتاجو 3 مغارف تاع السكر، 3 مغارف تاع السكر مع مغرفه كبيره تاع الزبده. العجينه نحتاجو اولا عندنا لوز مرحي، نحتاجو 175 غرام لوز مرحي. اللي ما عندوش اللوز يقدر يدير كوكاو مرحي. السكر نحتاجو 150 غرام سكر، بما يعادل نص كاس تاع السكر. الكاس هذا يرفد 250 مليلتر. ابخي هنا عندنا لا فارين، 175 غرام تاع لافارين، دونك كاس مش معمر بزاف، كاس الى ربع تاع الفرينه. وهنايا نحتاجو 200 غرام تاع الزبده ولا المارغرين تكون ذايبه شويه. هنايا كيما شفتوا حطيت لي بوم على نار قليله، نخليهم يطيبوا مليح ويدوا لون الذهبي. وانا هنايا راح نحضر معكم العجينه. هز قرصه شويه مليحه تاع ملح، هنايا كيما شفتوا هذيك الزبده مع لافارين واللوز المرحي والسكر، تخلطوها مليح حتى تولي لكم عجينه. هنايا نحطها في بلاطو يروح في الفرن. حطيت مع ورق الزبده ولا بابي كويسون. السمك تاعها تقريبا 1 سنتيمتر. هنايا تبقاو تقلبوا فيه حتى تشوفوا تخلو شويه طيب. هنا نديرو برك حصه تاع قارص، ابخي نطفيو عليه. دونك اللي حبيتو ديرو غوزا بلاطو في الصينيه تحبو، انا هنايا راح نبدل شويه، راح نديرهم في لي فيغين في كؤوس كيما راكم تشوفوا. كرامبل تاع التفاح راه واجد كيما شفتوا بطريقه ولا اسهل.